السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فقرة اختيار اللبس وإحنا مغمضين. النهاردة هنعمل طقم جديد جدا وبطريقة مختلفة، وأنا مغمضة عيني هختار لبسي بشكل عشوائي. يا ترى بقى الطقم هيكون عامل إزاي؟ يلا بينا نشوف. يلا بينا. يمين ولا شمال؟ يمين. يمين؟ متأكدة؟ متأكدة. المرة دي أختار يمين برضو. يمين برضو؟ شمال المرة دي. شمال؟ آه. يلا بينا نشوف الطقم هيكون عامل إزاي. يلا بينا. يلا بينا. عمو جمال ومساعد الشاكة فتحوا محل وقاعدين فيه، جايين يملوا الدنيا أناقة ومحدش يسألهم ليه. إبرة وخيط وكمان كروشيه، إيه ألوان تمشي مع إيه؟ يلا معانا علشان تبقوا أشياك ناس في الدنيا يا بيه. عمو جمال ومساعد الشاكة فتحوا محل وقاعدين فيه، جايين يملوا الدنيا. يلا بينا نشوف الطقم اللي زينة هتختاره هيبقى شكله عامل ازاي. يلا بينا. يلا بينا. يلا تختاري يمين ولا شمال؟ يمين. يمين ولا شمال؟ تركزي. شمال مرة دي. تختاري انهي، يمين ولا شمال؟ يمين. يمين. يلا بينا نشوف الطقم اللي زينة اختارته هيبقى عامل ازاي. يلا بينا. شياك ناس في الدنيا يا بيه. عمو جمال ومساعده شياكة فتحوا محل وقاعدين فيه، جايين يملوا الدنيا أناقة ومحدش يسألهم ليه. ازاي تقعد في مكان شيك وازاي تاكل محشي فريك، خليك ويانا خليك كل اللي في نفسك تلاقيه. ازاي تقعد في مكان شيك خليك ويانا.